وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق. أهلا بك معنا باشمهندس. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني طبعا معرض زي المعرض إيجيبس 2024 بيكون فرصة كويسة جدا للدولة المصرية بكل قطاعاتها ومؤسساتها أنها تتعاون وتعرض إمكاناتها في قطاع البترول وقطاع الاستكشاف والغاز وقطاع الطاقة بشكل عام. يمكن تحدثت أو لسه كنت بقرأ على حضرتكم هذا الخبر أن هناك تعاون هيكون ما بين مصر وبين ليبيا في مجالات البترول. كيف ترى هذه النوعية من المعارض كفتح فرص جديدة للاستثمارات المشتركة بين مصر وكافة الدول؟ بص، معرض إيجيبس للطاقة معروف عنه من فترة يعني ليست بالبعيدة، يعني إن هو مؤتمر جاذب جدا لتضافر وجذب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في كافة أنشطة مجال البترول والطاقة بوجه عام، وكان له مساهمات كبيرة جدا في الأعوام السابقة لأنشطة كبيرة جدا وإبرام مشروعات متعددة مع الجانب المصري ومع الشركات العربية والأجنبية اللي موجودة سواء في المنطقة أو خارج أو داخل الدول العربية. نعم. النهاردة طبعا الشركات المصرية لما بتيجي تقدم نفسها في المعارض الكبيرة دي والمؤتمرات الكبيرة دي هي بتعرض خبراتها وإمكانياتها، وبالتالي بتبقى جاذبة للعديد من الشركات العالمية والشركات العربية إن هي شركات قادرة على تنفيذ مشروعات بدقة وبدقة متناهية وفي توقيتات محددة، وأهم حاجة في تنفيذ المشروعات هو الالتزام الزمني بتنفيذ المشروعات. وشركاتنا لها سابقة كمان، الشركات المصرية لها سابقة كبيرة جدا في ليبيا بالذات إن احنا نفذنا مشروعات، خصوصا مشروعات خطوط الأنابيب، وكانت بمسافات طويلة جدا، ونفذنا العديد من المشروعات المرتبطة بصناعات التكرير والبتروكيماويات مع الجانب الليبي من قبل. فطبعا سمعة الشركات المصرية لدى دولة ليبيا الشقيقة سابقة في هذا المجال، وأعتقد أن الفترة القادمة في حالة الاستقرار اللي هتشهده ليبيا في الفترة القادمة مصر هتبقى أحد الشركات المصرية، هتكون مساهمة بشكل كبير جدا في مزيد من التنمية في المشروعات البترولية في دولة ليبيا الشقيقة. نعم، يمكن جه في سياق هذا الخبر أن مصر لديها مراكز تدريب جاهزة وعلى استعداد لتدريب الليبيين في مجال حفر الأبار. كيف تجد دائما استعداد المصري والتطوير الكبير الذي حدث في قطاع الطاقة والبترول المصري، ليس فقط على صعيد التطور التكنولوجي فقط وإدخال التكنولوجيا بشكل كبير في قطاع الطاقة، ولكن أيضا نتحدث عن مراكز تدريب جاهزة لنقل المعرفة الأشقاء في ليبيا؟ بص، من ميزة مراكز التدريب المصرية أن هي بتكون مراكز تدريب مش ليست نظرية فقط، ولكنها بتبقى مراكز تدريب عملية على أرض الواقع، بحيث أن هو بينتقل المتدربين إلى أثناء عملية التدريب في إلى المشروعات اللي بيتم تنفيذها بالفعل وإلى المشروعات اللي تم تنفيذها والإنتاء منها، وبيعدوا بيشوفوا شكل المشروع بعد الانتهاء منه أثناء التنفيذ، بتبقى اسمها التدريب الميداني بالضبط داخل المشروعات التكرير سواء في مصر أو في المشروعات المرتبطة سواء في الحفرة والإنتاج وأنشطة الأنشطة المختلفة لقطاع البترول. عشان كده تلاقينا إحنا عندنا يعني مركز تدريب بتروجيت وشركة إنبي، مراكز تدريب بصراحة على مستوى عالي جدا ومعروفة عالميا إن هي جاذبة لمتدربين من كافة دول العالم في مصر. نعم، يعني من ضمن ما جاء أيضا أن مصر لديها باع وخبرة كبيرة جدا في التعامل والعمل داخل ليبيا في مجال الطاقة، وده يمكن من الأسباب اللي هيتم فيها الاستعانة بشركات مصرية. ويمكن غدا إن شاء الله سيكون هناك لقاء بين الجانب الليبي وعدد كبير من الشركات المصرية العاملة في هذا المجال. كيف ترى فرص الاستثمارية لهذه الشركات للعمل في ليبيا، خاصة وهي دولة طبعا بتحظى بحجم كبير جدا من الصادرات البترولية؟ ليبيا دولة من كبرى الدول الأفريقية المنتجة للنفط، ولديها إمكانيات غازية كبيرة، يعني دولة من الدول المنتجة للغاز الطبيعي بشكل كبير جدا، وبالتالي عندها التسهيلات والتسهيلات الإنتاجية
بتبقى مطلوبه بشكل كبير جدا. الازمه الاخيره اللي مرت بها ليبيا اتاثرت الى حد كبير جدا البنيه الاساسيه والبنيه التحتيه للانشطه البتروليه في ليبيا، وبالتالي هي دلوقتي في حاجه الى ماسه الى عمليه التطوير وازاله الاختناقات اللي حدثت نتيجه الاحداث الاخيره، وبالتالي هي في امس الحاجه الى الشركات المصريه. خلي بالك ميزه الشركات المصريه وقربها من الجانب الليبي بيبقى فيه سهل جدا نقل المعدات ونقل فده طبعا بينعكس على التكلفه كمان. بالظبط بالظبط، هو يعني مكانيا مصر تعتبر مميزه جدا اذا ما قرنت بالشركات الاجنبيه، لان الشركات المصريه اساسا متواجده تقريبا تعتبر متواجده، لان معظم الشركات المصريه متواجده في الصحراء الغربيه القريبه من الحدود الليبيه، وبالتالي سهل جدا انتقال كافه المعدات والاوناش وخلافه اللي هي بتساعد كثيرا في سرعه تنفيذ المشروعات. عشان كده انا شايف ان الجانب الليبي شايف ان الشركات المصريه اميز كثيرا جدا بالمقارنه بالشركات الاجنبيه، وده اللي كان هياخدنا للسؤال الاخر لحضرتك، فكره التنافسيه. يعني طبعا الدوله الليبيه ستسعى بشكل كبير، يعني زي ما حضرتك ذكرت هناك عدد من المميزات للتعاون مع الشركات المصريه، قرب المسافه وسهوله انتقال المعدات، ولكن ايضا التنافسيه فيما يتعلق بجوده العمل نفسه. التطور الكبير اللي حدث في قطاع البترول والطاقه في السنوات السابقه وادخال الكثير من التكنولوجيا على هذا القطاع، كيف ساهم في هذه التنافسيه مع شركات عالميه ربما كانت تحظى بهذه العقود وهذه التعاقدات في ليبيا؟ بصي، مصر الشركات المصريه خصوصا انفي وبتروجيت وسام مصر وبترومنت ليها باع كبير جدا في الدول العربيه، واكتسبت بالفعل مش مجرد كلام، اكتسبت بالفعل سمعه جيده جدا خصوصا في السعوديه والعراق والإمارات، وشركاتنا حاليا تعمل في تلك الدول وتحقق إنجازات كبيرة جدا وبأنماط تنفيذية وأنماط زمنية محددة وبقياس عالمي يعني كمان، وبالتالي يعني السمعة دي انعكست إيجابا على طلبات الجانب الليبي ان هو يعتمد على الخبرات المصرية اللي لها باع كبير في تنفيذ المشروعات المماثلة، وبالتالي هو على ثقة ب عملية اختياره للجانب المصري في تنفيذ المشروعات الليبية الجديدة في الجانب الليبي. نعم، بشكرك شكرا جزيلا المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق، شكرا جزيلا لك.